بطلع شباب شباب لمن دكتور دكتور رامي يعطيك العافية التي وصلنا منها حوالي 35% من المتابعين لله الله الخليج ونحن هنا بين أهلنا وبين أبناء شعبنا الأبطال الأسطوريين الذين تحدوا الحصار الإسرائيلي الجائر والذين عبروا سنوات الانقسام. عقدت هذه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في جو كامل من التوافق والاتفاق والإصرار من الجميع على رأب الصدع الوطني وعلى إنهاء الانقسام وعلى استعادة الوحدة الوطنية وعلى توحيد المؤسسة الوطنية من أجل نيل الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الصحيحة نحو الاحتلال الإسرائيلي. أولا اليوم هو يوم جديد ندشن وحدة وطنية حقيقية، بداية الطريق على إنجاز ملف المصالحة والوحدة بشكل كامل. يوم تاريخي يستحق الشعب الفلسطيني أن يرى فتح وحماس وجميع القوى موحدين تحت خيمة واحدة عنوانها العلم الفلسطيني بألوانه الأربع فوق كل الأحزاب الأعلام الحزبي. لا شك أن هذا اليوم يوم احتفال وطني كما ترون. المصالحة مطلب وطني فلسطيني كبير جدا، نحن لدينا إرادة وإقدام كبير جدا وشجاعة لتحمل كافة مسؤوليات هذه المصالحة وإنهاء الانقسام. هو مصلحة للشعب الفلسطيني، نحن بحاجة إلى شراكة وطنية من أجل تخفيف عن شعبنا ومن أجل أيضا الوصول إلى قواسم مشتركة في مواجهة الاحتلال وغطرسته. Thank you.